الشيخ وموجهي انت ودنك جوجي ان باش عالمك ورصد عالمك انت ولا مشغولي ومتقن هذا سفي عن ولا شقين جري انت هذا عشان تصير الدنب وحيابه وحاد عايز انت لديه كارو مركي لقاها بلشد عالمك هي هذه الدولية سيقول لك معنى سيكدوان انا اقول لك قلني واد ويدو يونايتد نيشن كا نكي مدحتا كا اها ودك وعلى غيري مركي سياسيين الصوماليا وين اوغادان اوروكا يوقف قلبي كليين اوروكا يونايتد نيشن كا اما اوروكا افريكا يونيون كارها افريكا يونيون اس ما كمل يعني كمل يعني انا مركي هدي وقف كثير سن اوروكا وخلاص سوبيو تاس معنى هذا ما هي أورك ولوجي هي نقص نخلق سوبيو وفل قف كاس أجارة أو أن لو خلدين إن أن لعمبارين إن أوركي وأن لدهن ودنا كأو بحلا وعثن أفرسا وهي هي أنا هنا عالمي جا ودنا كدت جوجا أنت بدن مركي أكان إن أو شقدي الله صدر إنسان قبلين نحلك ولا يقع هذا لكن سيحك الواقع هذا حق الواقع هذا وحاول قد لو قرا ان هي ادى او خصيصو ورك او يدا قد لو قرا اما ورك نيت نفسك لو قرا اذا رسي مرسي انا سفير كصومالي ماشي جوا ولا قبل بدلا يا ادنك ولا بدلا مر ولا بدلا لكن واحد سي صومالي وكان الله شيغو او لو هلو تا افر ساعه ودنك او بح صومالي ام باجيتو وح ادون كجر مجرتو ولا بدلا هاي شخصيات كان كسعود هي هذا عالمي وابن ادم خاط بيقران خلاص كوادنا ودنك يجوغان دوس رالي كاهين يعني انت اسيت بو انكار سبحان الله ودنك نين كو خصبك انا ما جبتو لكن ودنك وحا لو باهي هي انو كل سارو هي ادى ونن كان مثلا او اور عالمي ام اور غوبريت سيد افريكو كان ايه شخصيه دو قفكه مركا ان ولا قاعد بدلايا لكن عمر سيدا عالمك امدها البحي باش عالمك دولدها عالمك مركي انا ما اسكت اي ما دام دامك امران وانا امرت هذيك الحين وانا اسال متخلف وضدك ادونك كدم بيا ونظام انا عالمك ان كجرين كدقما او هيئتي عالمي هيئت ام هيئت غوبلتك هي نينكي مسؤولك هلا اسكت درا وعنباري اي نقول لكن مر المحاورسا ودنك هذو مرقو ان كغار انه قفكاس يسوي شقين كريم ورد عالمي قال هي هذا مسؤول وده ماذا مسؤول كا مرنا ما ادري كرتو هنا دهان وجوجا يا ما ادري كرتو تاس واحد دعمها وانا كجودة ودك وجوجا نكاس هدوس نفبين ولا هو أيها مسؤول كا ودك مسؤول كا إنه كنترولو نكاس هي هذا هي هذا عالمي كاس وعدة إنه شقي سقف سنة إنه شقي سقف سنين هدوس الخطا شقي سقف سنين إسكتاف إنه سمايا أحمد فرجلي هدوس شقي رسول دري وسن قبسنين دولد الصوماليات الحق ولا هذا هنا وضن كسرته إن سووا ضن وصار يسر محاوي إن هي بتخطو قرطو أورك نقص وكثر سين هاي يدو عن وحبا عن العمبارين أورك مريسي وعن لهن يونايتد نيش كنك من أحد جهاب على وقت أفر سعود نك الله وصار أنا ما سوارين صوماليا سياسة دي هذا إن كنت عيب كوا منا أهم ما نقول أمره يا هذا عالمي شقاله هذا مركب ودنا كله قصار أيوة وإن لهم مرة نظام كعالم ومر ذيك لو حنا قلنا ضد متخلفين ونظام في الدولة دي عالم هكذا سمع نقولنا مركب إن ما دعي أنتم حسيك وجوبي إن سياسيين تكلم هذا إيمان دونتا نا إن شاء الله وحندونا إني قارن كبد باديان وسمع ديسة بركي سومالي وودن حضارة له حضارة له ونظام كعالم كل يقانه oo intaas soo sanad dowlad soo aha oo ururada caalamka wax ka dhisay marka in fal shakhsi ah in lagu cambaareeyo ama wax lagu yeelo aqoonta dowladda Soomaaliyeed ee u leedahay xiriirka caalamiga ah waa wax aad fool u xun marka waxaan filayaa in arrimahaasna aysan noqonin mid u soo jeeda ceeb magaca Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa xasan sheekh لذلك هذا كوار بصومالي وبرتاي
iyo ismihii uu ka galay federalismka iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo wadaniyadda uu ka muujiyey wakhtiga adkaa ee soomaaliya ku jirtay iyo kharashka badnaa uu ku bixiyey inuu u dacwoodo uu soo dhiciyo badda soomaaliyeed. Intaasba waa arrin caddaynaysa wadaniyaddiisa iyo daacadnimada u yahay waddanka sida daacad ugu yahay qadiyadaha soomaaliyeed. Midda kalena waa nin nabadeed oo intuu 4 sano waddanka u joogay uusan adeegsanin ciidamada soomaaliyeed dana gaar ah ama meel uu ka duulay ahda ma jirto. Waa nin dadka la xaali jiray oo aanan waa nin nabadeed oo muxuu ahay waan lagu yaqaana arrintaas intuu joogay 4 sano waddanka u joogay. Waxaana rajaynaynaa inuu Ilaahay waafajiyo intii hore uu qabtay iyo ka badanba inuu qabto. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran, waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash ma aha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la huba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyey. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.